ريان حداد وكريستوف سامور موجودين معنا اليوم، طلاب بمدرسة الشانفيل. وطبعا اليوم بما أنه ريان وكريستوف هن بآخر سنة يعني بالترمينال، أكيد في تحضير للبرومو وفي تحضير. اللي حلو فيه أنه بيكونوا مجتمعين هالشباب والصبايا بهدف واحد وعم يشتغلوا لإيفنت، لازم يكون عندهم كثير من السكيلز يلي بيتعلموها بهالسنة. أهلا وسهلا فيكم. ان واحد يعمل ايفنت، يعمل سهره، يعمل لها دعايه ويدعي عليها وينظمها، منا شغله كثير هينه، ولكن انتم بتاخذوا هالخبره باخر سنه دراسيه. خبرنا شوي كريستوف. مثل كل سنه لكل انه البروموت تبع الترمينال تبع الشانفيل هي بتعمل سهره وبتعمل كذا ايفنت كرمال انه كرمال تقدر تعمل سهره البروموت تبع اخر سنه، وكمان بتطلع مصاري كرمال نعمل كمان كذا مشاريع سوسيال كرمال نساعد كمان غير عالم. دونك كل الارباح اللي عم نعملهم والمدرسه اللي عم تساعدنا فيهم عم نجرب انه نعمل الماكسيموم كرمال نكون بذات الوقت، مش بس عم نهتم بحالنا كمان عم نشوف غير ناس كرمال نساعدهم. ريان، الايفنت اللي عم نحكي عنه اليوم امتى رح يصير؟ لو سامدي هو السبت على الساعه 8:30 ب 18 يعني ولا 18 الشهر على الساعه 8:30 بالكلوب شانفيل عندنا بالمدرسه. تم تبع السهره رح يكون جلو ان ذا دارك، هي اسمها نيولوشن، في فيديو محضرينه نحضره. رح يكون في فيس بينتينج كمان تيرس مع وجهون كمان رح نشوف بالفيديو كمان جلو ان ذا دارك. اوكي صح، بيضوي. رح يكون في بلاك لايتس اكيد تيضوي الفيس بينتينج، وهيك في كذا شغله كمان مثل اكل برجرز هوت دوغز كراب وهيك تيتسلوا اكيد. ليش جلو ان ذا دارك؟ ليه هالتام؟ حبينا نعمل شيء جديد وسبيسيال مش مثل كل سنه، ويكون شيء فريد من نوعه يعني اكيد، وشيء مش كليشيه. خلينا نشوف دعايه او نشوف اجواء يلي رح تكون ب 18 الشهر نرجع نحكي. أجواء حلوة طبعاً، بس أنا يلي عم يخليني أفكر كيف عملتوا هالبروموشن بالتحديد؟ صراحة تعبنا عليها، يعني نحن كلنا التلاميذ شاركنا بين بعض، جمعنا بعض وقدرنا مع إنه خبرات للتلاميذ بحبوا هيدا الدومين قدرنا إنه نعمل هيدا الفيديو، وإنه بالمبدأ طلعت ناجحة ووصلت لكل العالم. تصوير وإخراج وتمثيل كله التلاميذ هن قاموا فيه، وبدنا نشكرهم كمان لأنه ساعدونا، لأن مش بس إنه نحن أنا وريان قمنا بالشغل، كانوا كل التلاميذ هن عم بيساعدونا وعم إنه كلنا كنا إيد واحدة تقدرنا ننجح هيدا. ريان، أي ساعة عم تدرسوا؟ من لحقك قد ايه من يعني الاشياء اللي مضطرين انه يكون عندكم اياها، مهارات مضطرين يكون عندكم اياها، استعانه اكيد بكثير من الاشخاص لحتى تقدروا تعملوا ايفنتس من هالنوع؟ اكيد نحن لانه بكل صف مقسوم لكوميتي، يعني مش كل الشغل بيكون على الديليجيات اكيد، بس انه الديليجي بيساعدوا بينظموا الشغل اكثر، بس بكل صف في كوميتي هن بيكونوا مسؤولين عن شيء محدد، منهم ميديا، منهم قصص هيك فيديو، او انه يساعدونا لسبونسرز اكيد وهيك، فبيكون الشغل منظم وكنا بنكون عم نشتغل سوا وحماس والكل مهتمين والكل عم يشتغلوا اكيد. هلا الحلو انه بمدرسه الشانفيل كمان بيساعدوكم، يعني عندكم اللوكال موجود وبتقدروا تستعملوه، فاسيليتي موجوده. مزبوط 100%، مثل ما قلنا انه السهره رح تكون بالكلب شانفيل، يعني رح تكون بقلب المدرسه، دونك هيدا الشيء وفر علينا كمان انه نفتش على لوكال كرمال نقدر ننظم سهرتنا، وهن كمان المدرسه عم تامننا كل شيء كرمال انه نوصل لاخر السنه بنجاح. ولا انتم عم تحضروا للبروم نايت كمان؟ صح، يعني هول المصاري اللي رح نجمعهم مثل ما قال كريستوف،
حيكونوا نصهم رايحين اد سوسيال بنساعدوا ان جي او عالم بحاجه عيال او هيك، ومنهم رح يروحوا للبروم نايت تبعنا اخر السنه. حلو، يعني كل الصفوف بتكون مشتركه؟ صح، هي لكل الاعمار مش لكل، يعني اذا بدنا من شي عمر 12 سنين وطلوع كلهم رح يكونوا بالمدرسه. تلاميذ شانفيل او لا في من اي مدرسه ثانيه؟ وي هو التيكت 25000، اذا اشتروه من حيا لتلميذ شانفيل بالبرومو، اذا لا على الباب 20 دولار 30000، واكيد انكلو تو درينكس والاكل وكل شيء. فاذا الموعد هو السبت ب 19 الشهر الساعه 8:30 الساعة 8:30 بكلوب شانفيل. عم نشوف على كل حال كنا الافيش يلي بتخبر كثير عن الموضوع، اكيد رح تتسلوا بتامل ورح تكون اجواء حلوه، وطبعا منيح انه غير مدرستكم عم تشجعكم لانه كمان بتكونوا عم تعرفوا على بعضكم بهالطريقه، بس حلو انه بقيه الصفوف كمان بتشجع. اكيد، بس كمان بدنا نذكر شغله انه على الفلاير يلي قطع من شوي في ارقام تليفونات، اذا حدا بده ياخذ مور انفورميشنز او انه كمان يتواصل معنا تيشتري تيكت او وات ايفر، كمان في كمان يعملنا فولو على الانستا بيج @cmcseniors18 وفي يتواصل معنا ونحن اكيد نكون عم نرد عليه. شو اصعب شيء بكل الموضوع؟ هو انه تنظيم الوقت وكل شيء ويكون كل شيء منيح وبيرفكت. يعني في ستريس هلا لانه اخر اسبوع؟ سافا انه كل شيء منظم من قبل ومحضر وهيك، هلا اكيد ما بدنا نقول في ستريس احسن ما يصير عن جد في ستريس. بتمنى لكم اكيد كل التوفيق. برجع بذكر انه بكلوب شانفيل رح يكون ب 18 الشهر نهار السبت الساعه 8:30 حفله تحت عنوان جلو ان ذا دارك، واكيد الكل شباب وصبايا مدعوين من عمر 12 سنه ل قد ما بدهم. لا قد ما بدهم. اهلا وسهلا فيكم. ميرسي. بس ما نسيت شغله انه في مثل كومبيتيسيون بفوتوا على الانستا سي ام سي سينيورز 18، في الفلاير تبع السهره هي البوستر بينزلوه على الاكونت تبعهم، اللي بيطلع له اكثر شيء لايكس اكيد بيعملوا تاج لسي ام سي سينيورز 18 وبيكتبوا هاشتاج سي ام سي سينيورز 18، اللي بيطلع له اكثر شيء لايكس هو اللي بيربح بالاخر معنا كادو، هو ذهب رح يكون. اهلا وسهلا فيكم، بتمنى لكم كل التوفيق. ميرسي. في هالايفنت بالبروم نايت وبحياتكم كمان. شكرا كثير. وقفي هلا ومنرجع منتابع لايف، خليكم معنا.